السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوف ازاي اعمل سكريبت جافا سكريبت جوه الصفحة بتاعتي، وابدأ اقول له ان في دالة، اعرف دالة موجودة بحيث ان انا ممكن اكون محتاجها اكتر من مرة، يعني ممكن تكون في معادلة بتبقى مرة واحدة. طب لو ممكن تتكرر معاك كتير، فانا احتياطي بعمل دالة. اول حاجة بقول له ان ده كود سكريبت بالشكل دوت، وبعد كده اقول له كونكشن، هسمي الداله مثلا اد لو انا هجمه، يعني احاول اخلي الاسم يدل على المحتوى بتاعها. وبعد كده اقول له الداله ديت، ده كده شكل الاقواس. الداله ده هيبقى فيها متغيرات ولا لا؟ خليها مثلا فيها متغير اسمه اكس ومتغير اسمه واي. طيب الداله دي هتبقى عباره عن ايه؟ زد بتساوي اكس زائد واي بالشكل ده. طيب وبعد كده هقول له ريتيرن، يعني الداله دي هترجع لي الزد. طيب لما اجي استدعي الداله دي هكتب ايه؟ عايز اقول له ان الداله ديت اللي اسمها اد عايز استخدمها. هقول له مثلا في عندي حاجه جديده اسمها كيو، هتساوي اد، وابدا اقول له خد الرقمين بقى اللي انا هديهم له، يعني مثلا 15 و5، واقول له بقى ايه، خلاص كده بقى في متغير اسم كيو. ايا كان القيم اللي هتكتب هنا هو يبدا يجمعها ويبدا يديها لي. اقول له alert رجع لي او اعمل لي اكتب لي قيمه الكيو، تمام، واقول له احفظ الكلام دوت. واجي هنا هقول له انا عايز اشوف ده في اللايف سيرفر، لو ما عنديش اللايف سيرفر باجي هنا واقول له انا عايز اللايف سيرفر، وهو بيبدا يدور لي عليه وافعله معايا. طيب اقول له اوبن ويز لايف سيرفر، هيقول لي 20، تمام. يبقى هو كده خد القيمه اللي 15 و5 وجابها لي 20. لو دي 22 كنترول اس واقول له اوبن اون لايف سيرفر، هيقول لي ان هم 27.